قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وخطاب مجده الحكيم: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق نبي المصطفى محمد. وعجل فرجهم يا كريم، والعن أعداؤهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يدور حول عنوان البكاء الرسالي، ومن خلال هذا العنوان نريد أن نتأمل في المبدأ الذي أصل له الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، على أن المبدأ الموجود عند الشيعة الإمامية في الدمعة الرسالية إنما في الحقيقة والواقع هو مبدأ قرآني. ولذا لما نجي نتأمل في هذه الآية القرآنية نجد على أن الله قد صور هذا المبدأ في قضية نبي الله يعقوب مع ولده نبي الله يوسف. هنا قبل الخوض في بيان المراد من هذا العنوان والموضوع، هناك لفتة بلاغية لطيفة. الله سبحانه وتعالى قد استعمل الأمر المعنوي مؤثرا في الأمر المادي، مع العلم على أن الذي يؤثر في المادة المادة تؤثر في المادة، الأمر المعنوي كيف يؤثر في المادة؟ لاحظ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ماذا قال؟ قال: وتولى عنهم وقال: يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. هنا الله سبحانه وتعالى قال: وابيضت عيناه من وين؟ من الحزن. ابيضاض العين أمر مادي، وكيف أثر الحزن في الإبيضاض؟ منشأ الإبيضاض عادة ذرف الدموع، فلما الله سبحانه وتعالى لم يقل وابيضت عيناه من البكاء مثلا، قال من الحزن. هنا القرآن إنما الأساس فيه الإعجاز البلاغي، والبلاغة تترتب على خير الكلام ما قل ودل. أما إذا كانت هناك عبارات كثيرة تدل على معنى قليل يقولون هذا أين الإعجاز في ذلك؟ منشأ البلاغة هو تقليص المفردات لكي يؤدي إلى معنى كبير. ولذا الله سبحانه وتعالى لو قال وابيضت عيناه من البكاء ماذا كان؟ كان التساؤل يأتي: البكاء على أنواع وعلى أقسام وعلى جهات، وهناك بكاء فرح وبكاء حزن وبكاء دموع تماسيح و ترى لهذه التساؤلات كلها
يقولون علماء البلاغة الله استعمل هنا شيء يسمى عند علماء البلاغة إسناد الإسناد، فحذف منه البكاء وأضاف شنو؟ الحزن، لكي لا يأتي هذه التساؤلات، وهذه قمة في البلاغة القرآنية، وهذا بما يسمى إسناد الإسناد. نجي هنا إلى شنو؟ إلى التساؤل. عادة كثرة الأولاد تخفف فقد الواحد، لو كان الأب عنده ما شاء الله من الأولاد فقد ولدا واحد، كثرة الأولاد تخفف عليه شنو؟ فقد الواحد. ولكن لو كان العكس، ما كان عنده إلا شنو؟ إلا هذا الواحد، هنا تكون ماذا؟ تكون ملامة عليه إن بلغ حد الجزع في البكاء أو لا تكون، لا تكون، ما عدا الأهل وحيد. ولكن إذا كان عنده كثرة واستمر على بكاء كما يقول الطبري في تأريخه، بكى نبي الله يعقوب على ولده قرابة 80 سنة، 80 سنة بكى على ولده. طيب أنت عندك من الأولاد ما شاء الله 12 ولد، فقدت ولدا واحد، هل كثرة لم تقلل منك الحزن؟ بل استمريت 80 سنة تبكي على ولدك. طيب ماذا تريد؟ وما هو الغرض من هذا البكاء؟ هذا العامل الموجود عندك يقلل لك الحزن والبكاء، إلا أن هذا العامل لم يغير في وضع وحال نبي الله يعقوب شيء. هذا أول. اثنين، هل نبي الله يعقوب عنده علم أن ولده لم يموت ولا ما عنده علم؟ قال إني أعلم من الله شنو؟ ما لا تعلمون. ومع ما عنده من العلم أن ولده لم يموت، إلا أنه أيضا لم يغير في وضعه شيء، بلغ حد الجزع، لأنهم يقولون أن الإبيضاض العين نوع من أنواع الجزع، إلا أنه لم يغير في وضعه شيئا أبدا أبدا، بل استمر في هذا البكاء وهذا الجزع. طيب شنو تريد؟ هذا العامل الثاني. ولذا ورد في الروايات أن ملك الموت نزل على نبي الله يعقوب، سأل نبي الله يعقوب، قال له أقبضت روحا اسمها يوسف؟ قال له لا. يعني عند شنو؟ عنده علم من الله أنه شنو؟ لم يموت، إلا أن هذا العامل الثاني أيضا لم يقلل ولم يقلص من وضعه شيء، بل استمر في هذا البكاء. زين، هنا سؤال للشيعة الإمامية، بعدما نذرف الدموع على الحسين سلام الله عليه ونخرج من المأتم الحسيني، النفسية عندك شلون تصير؟ تصير عالي العالي ولا لا؟ زين، ترتاح النفس لو ما ترتاح إذا ذرفت الدموع على شنو؟ حسين سلام الله عليه. كل هذه الأموم الموجودة عندك والدنيا وما شكل ذلك صببتها وغسلتها بالدمع على الحسين سلام الله عليه، تخرج من المأتم الحسين ترى نفسك أخف من ريش النعامة. زين، هنا تعال، هذه الحالة نبي الله يعقوب هل غيرت من نفسه شيء أم لم تغير، أم زادت سوءا؟ الآن أنت تذرف الدموع وتعلم أن هذه الدموع التي تذرفها مسجل لها ثواب وأجر، تسجيل الثواب والأجر أيضا يبعث فيك ارتياح النفس أنك مأجور على هذا شنو؟ العمل، وأن هذه الصرخات مرحومة عند الله سبحانه وتعالى. نبي الله يعقوب هل هو مأجور أم لم يكن؟ ورد في الرواية أن جبرائيل نزل على نبي الله يوسف وسأله، قال له
ما حال أبوك؟ قال له حال أبوك كثمانين ثكلى من البكاء عليك. شوف الدنعت والوصف الغير طبيعي. يقول له حال أبوك كثمانين ثكلى، إحنا واحد مثكول وما تقدر شنو الطالع فيه تباوع فيه، فما بالك شنو بثمانين. النعت الذي يوصفه جبرائيل أدلونا بي الله يعقوب هذا حاله عليك، 80 سنة وكثمانين ثكلى من البكاء عليك. شنو هالحال وشنو هذه الصورة اللي الله سبحانه وتعالى يجي زين يسجلها ويصورها في القرآن الكريم وسنوات طوال المسلمين يتلون هذه الآيات القرآنية. هذه ثقافة الله يثقف فيها شنو يثقف فيها المسلمين، هذا مبدأ موجود في القرآن الكريم يصوره في حالة زين نبيين معصومين، يعني مو حالة اعتيادية. زين قال له نبي الله يوسف لجبرائيل أهو مأجور على ذلك؟ قال له بلى كثمانين شهيد متشحط بدمه في سبيل الله. مع هالعوامل الموجودة كلها إلا أن لم يغير من وضع نبي الله يعقوب شيء، بل استمر على هذا البكاء. هنا السؤال يأتي، أنتم أيها الشيعة الإمامية ألم ينتصر الدم على السيف؟ ألم ينتصر الحسين سلام الله عليه؟ ألم يهتف بذكر الحسين الآلاف المؤلفة من العالم؟ ماذا تريدون؟ جيلا بعد جيل تبكون على الإمام الحسين، ماذا تريدون؟ بل بعثنا رسالة إلى العالم، بعثنا رسالة إلى العالم أن ذرف الدموع هذه لم تكن على رجل اعتيادي، بل كانت على رجل يتمتع بإمامة، يتمتع بعصمة، وبلغ من الحد أكثر من ذلك، أن لم تكن فقط مجرد رسالة إلى العالم. وحيرنا بالعالم، ويقف العالم منبهر من 1400 سنة وهؤلاء جيلا بعد جيل يبكون على الحسين. من هو الحسين؟ وصاروا يبحثون عن شنو من هو الحسين الذي سحر العقول وجلب الأفئدة آلاف السنوات من زمن الأنبياء إلى زمننا هذا، وقضية الحسين مستمرة. شنو القضية وما هي؟ نبي الله يوسف شنو حققت من الهدف؟ نحن حققنا لو محقق. نبي الله يعقوب ماذا حقق من الهدف؟ حقق أن جعل من هذه الدمعة رسالة إلى العالم، أن لم يكن بكائي على شخص اعتيادي، بل كان بكائي على شخص يتمتع بعصمة، يتمتع بنبوة. ولذا من خلال هذه الرسالة أخوة نبي الله يوسف اهتدت ولا ما اهتدت؟ سؤال، اهتدوا ولا ما اهتدوا؟ بل ندموا على ما قاموا شنو من هذا الفعل. لاحظ، بعث وجعل رسالة من هذه شنو من هذه الدمعة مكسورة الأضلاع. فاطم أخذت هذه الصورة القرآنية؟ لو ما أخذت، بكت على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن عز فقد النبي صلى الله عليه وآله إلا أن بعثت رسالة إلى العالم، ويعتبر هذا البكاء وهذه الدمعة أقوى سلاح اتخذته فاطمة. كانت تخرج بمعية الحسن والحسين وتجلس تحت شجرة أراك وتبكي. لو إيش تحت شجرة أراك؟ لما؟ لكي الناس تعلم أنني فاطمة وأبي محمد، وهكذا ما جرى علينا
تبكي على هذه الأمة ستضيع إذ لم يكن لها راع كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. ولذا قالوا لعلي بن أبي طالب: أحسوا أن هذا البكاء يسبب عليهم انقلابا. دخلوا على علي بن أبي طالب قالوا له: يا علي، قل لفاطمة أن تكفف، إما أن تبكي ليلا أو نهارا. ليل ونهار تبكي لا ما يصير. فبنى لها علي بيت الأحزان، طبت دار أو ضلت عليلة، وجفنها من الهضم ما نام ليلة، تروح القبر بوها وتشتكي له وهم قبره على الزهرة يتعظم. من تسمع بذكر النبي الهادي تغيب الروح من عدها وتنادي: ريت وياك يا خذني المحتم. وهذه الصورة القرآنية الذي سجلها الله عز وجل وأصل لهذا المبدأ اتخذته أم الخدر وأم العفاف عقيلة بني هاشم. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: يعرفون أن بعد مقتلة الإمام الحسين الدور شنو؟ الدور هو دور الدمعة والبكاء. ولذا يقول: يعلمون أن هذه الدمعة والبكاء بعد قتل الحسين يحمل رسالة، يحمل فضيحة لهؤلاء بما صنعوا من إجرام لقتل ريحانة رسول الله، يحمل هذه الرسالة. يقول الإمام زين العابدين: لما أخذونا أسارى من كربلاء إلى الكوفة والشام، كل من بكى منا شخص إلا وأقرعوه بالصياط، لأنهم يعلمون أن هذا البكاء يحمل رسالة، لا بد أن يكف هذا البكاء وهذا الحزن. ولذا الإمام زين العابدين 35 سنة 35 سنة يثقف الشيعة الإمامية: يا للبكاء والدمعة، إن لم تستطع أن تبكي يقول أن هناك بديل، بديل إذا لم تستطع أن تذرف الدموع لعظمة هذه الدمعة، دمعة على الحسين تطفئ غضب نار جهنم. الإمام الحسين، الإمام زين العابدين شنو الثقافة اللي ثقف الشيعة الإمامية حيال هذه الدمعة؟ وماذا صنعت هذه الدمعة للعالم الإسلامي ككل؟ حيرت العقول. الإمام زين العابدين في كل موقف وكل شاردة وواردة إلا ويذكر فيها الحسين، يقدم له الزاد: كيف أكل وأبي مات جائعا؟ يريد أن يشير إلى أنه مو عطش فقط، جوع. يقدم إليه الماء: كيف ألتذ بالماء وأبي ذبح عطشانا؟ يدخل سوق القصابين يرى ذاك يريد أن يذبح الشاة، يوقفه الإمام يقول له: يا قصاب، أسقيته ماء؟ قال: وكيف يا ابن رسول الله، شلون؟ نعرض عليه مرة ومرتين وثلاث. التفت ناحية كربلاء: السلام على من ذبح كما يذبح الكبش.